كلش حلوة ممتعة، يعني فرحنا فرحة ما تنوصف نهائيا. واني يعني اشكر اسعد العيداني، اكيد اشكر ام مفتخرة انه هو يعني محافظ بصرتنا بعد قراج حويدر. تمام كلش تمام. الجماهير فعاليات شلون شفتيها؟ كلش عامة، دخولكم خروجكم كلش نظام، ماكو يعني ولا اروع والله العظيم. وان شاء الله اللعبة جاية بعد اكثر. قبل لا احكيك ثواني، احنا من البارحه اتفقنا نحكي بالايجابيات نبتعد عن السلبيات قلبا وقلبا مع المنتخب الوطني. تعرف اول مباراه تكون صعبه على الفريقين، وقلنا منتخب عمان البارحه منتخب متطور، منتخب دائما يكون عنيد امام ارض العراق شعبه، شفنا بالخليج سوي انا، لكن اهم شيء ثلاث نقاط في هذا المحترك الصعب. راح يطلع بعض الكلام على كاساس حول اختياراته او تغييراته اللي صارت. هو مدرب، هو صاحب القرار الاول والاخير، هو اللي يتحكم بال تبديلات، لكن احنا ما كاساس، وانا متاكد في الجولات القادمه راح يتحسن الاداء، وان شاء الله عند مباراه الكويت اللي صار فيها شد بين الجماهير، لكن ان شاء الله نبتعد عن هاي الامور ونكون مع المنتخب، وان شاء الله ثلاث نقاط في ارض الكويت، وان شاء الله من البصره الى المونديال. اللعبه كانت جيده جدا. الفخر كان الجلال حسن. يعني جلال حسن خلصنا من اهداف قويه كلها يعني، والحمد لله والشكر كل شيء ماكو يعني زينين بها. ان شاء الله ان شاء الله اقوى ان شاء الله اقوى تصير ان شاء الله اقوى ان شاء الله اقوى ان شاء الله. تعرف انت كل مباراه افتتاحيه يعني المجموعات تصير صعبه خاصه بين ارضك، فيعني مو بالمطلوب المستوى، تعرف يعني المفروض نحسمها من البدايه بجولين يرتاح الفريق. اكو ناس تقول الجمهور هو الفاز اليوم، يعني الجمهور تعرف انت الجو حار اليوم، يعني الجمهور هم يعني صح هو فاز بس ما اطل الدافع القوي للمنتخب يعني بسبب الحر وسبب عدم ادخال المي، يعني تعب الجمهور تعب، فلازم يوفرون المي حتى واحد يصعد طاقه ويشجع.